وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بجريدة الأهرام. دكتور أحمد، قمة جدة في مرحلة استثنائية، كيف تقرأها من حيث التوقيت والمغزى؟ في الواقع أن قمة جدة تمثل، يعني نقول، مرحلة جديدة في الشرق الأوسط تقوم على مرتكزات مهمة. يعني كان شعار القمة هو الأمن والتنمية، وهما وجهان لعملة واحدة، لأن غياب الأمن في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية أعاق التنمية، استنزف الموارد، تسببت المصادر التهديد الأمن المختلفة والتي أشار إليها الرئيس السيسي من الإرهاب والميليشيات الإرهابية وتقويض الدولة الوطنية، وأيضا أمن الطاقة وغيرها من مصادر التهديد تسببت في استنزاف وإعاقة عملية التنمية في المنطقة. وفي المقابل فإن تحقيق وتعزيز التنمية يمثل أحد المداخل المهمة لترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ولذلك كان كلمة الرئيس السيسي مهمة في هذا المطار عندما وضع عدد من المحاور المهمة تتعلق بالتشخيص وأيضا وضع حلول والعلاج لهذه التهديدات والتحديات المختلفة، وكانت طبعا أبرزها انتشار الإرهاب والميليشيات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية ووجود دول تدعم هذه التنظيمات، وهو ما أثر سلبا على المنطقة العربية وأدى إلى وجود لاجئين ومشردين وعاق عملية التنمية. ولذلك كان حرص الرئيس السيسي على التأكيد على التصدي لهذه الميليشيات وأنه لا مستقبل لهذه الميليشيات والطائفية في المنطقة العربية. في المقابل كانت فكرة الدولة الوطنية باعتبارها هي الإطار الشرعي الذي يحقق التنمية والازدهار، ولذلك جاءت هذه القمة لتمثل نقطة تحول مهمة حقيقة، سواء في مسار العلاقات العربية الأمريكية أو في مسار مستقبل الشرق الأوسط فيما يتعلق بتحقيق الأمن وترسيخ التنمية. نعم، ومن ثم جاءت المنطلقات لهذه المحاور المصرية في التعامل مع القضايا سواء الداخلية أو حتى قضايا المنطقة والتوجه الدولي لمصر. لكن أيضا السيد الرئيس أشار إلى حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة في سياق من الحديث حول المجتمعات الصحيحة إذا جاز التعبير. صحيح، هذه نقطة مهمة، لأن الدولة الوطنية التي تقوم على الديمقراطية والمواطنة وعدم التمييز بين أبنائها سواء من حيث الدين أو العرق أو اللغة أو أي تمييز، هي تمثل الدولة الصحيحة الصحية حقيقة، لأن العالم العربي للأسف يعني ابتلي وتعرض لامتحانات كثيرة وهزات كبيرة فيما يتعلق به، يعني تصاعد النزاعات الطائفية والنزاعات الإرهاب والنزاعات القرعية والعرقية والتمييزية ضد بعض الفئات واستخدام الدين لأغراض سياسية. وبالتالي كان هنا دائما وضع الرئيس السيسي يده على الدائرة باعتبار أن هذا المفهوم الصحيح والصحي للدولة الوطنية القائمة على حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، الحقوق الاقتصادية والسياسية والحقوق الاجتماعية وحتى الحقوق البيئية، يتمثل المدخل الصحيح لتحقيق الاستقرار، تحقيق التنمية، تحقيق مستوى ومعيشة مرتفع لشعوب المنطقة ومنها بالطبع الشعب المصري. وهذه كانت رسالة الرئيس السيسي تتعلق بالتكامل والترابط ما بين التنمية وما بين تحقيق الدولة الوطنية وما بين مواجهة مصادر التهديد المختلفة وتحقيق الأمن بمفهوم الشامل، سواء الأمن القومي العربي كما أشار أو حتى الأمن المائي، عندما أكد على ضرورة تغيير القوانين الدولية لحماية الأمن المائي وحل مشكلة سد النهضة عبر الحوار والدبلوماسية بما يراعي الحقوق المصرية، ايضا مواجهه كل الدول التي ترعى وتدعم الارهاب وتموله. وبالتالي هي منظومه متكامله شامله. المنطقه الشرق الاوسط الان تنتقل من مرحله السيوله والهلاميه والتفتيت والميليشيات والطائفيه الى مرحله جديده من العمل من التنميه، من الدوله القويه، الدوله الوطنيه، المؤسسات الشرعيه، الى مفهوم المواطنه، الى تحقيق الديمقراطيه وحقوق الانسان بمفهومها الشامل. وبالتالي كانت التجربه المصريه والنموذج المصري الذي طرحه الرئيس السيسي يمثل نقطه مهمه حقيقه في هذه المنطقه التي عانت الكثير حقيقه، كما انها تعطي رساله للعالم بان مصر الان سحبت الحضاره والتاريخ الطويل تقود المنطقه الى تحقيق التنميه والامن والاستقرار. ولذلك كان شعار هذه القمه هو الامن والتنميه. نعم، المنطقه العربيه بوجه عام تزخر بالعديد من الموارد الطبيعيه والثروات التي يمكن البناء عليها ومن ثم التغلب على التحديات والأزمات، لكن كلمة السر عادة ما تكمن في المشاركة الفاعلة في مثل هذه اللحظات الحساسة أو الحرجة
في تاريخ المنطقة العربية أو في دول العالم أجمع نتيجة الكثير من التحديات الدولية. برأيك كيف نخرج من هذه القمة بحلول فاعلة ناجزة يستطيع منها العالم العربي الوقوف بشكل أقوى أمام هذه التحديات؟ يعني أنا في اعتقادي أن الحلول وخريطة الطريق واضحة، هي تركز في هذين المسارين، مسار تحقيق الأمن وترسيخ الأمن وتحقيق التنمية، لأن المنطقة كما أنت أشرت بها موارد طبيعية، موارد هائلة، هناك موارد بشرية خاصة الشباب وكلها طاقة، لكن هذه الموارد عطلت وتعطلت التنمية وعجلتها بسبب الصراعات والحروب والإرهاب والتدخلات الخارجية والتدخلات الإقليمية في شؤون المنطقة والتوظيف السياسي لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان من قبل الدول الغربية والدول الكبرى، وهو ما أدى لتداعيات كارثية. وبالتالي الآن المستقبل ويقوم على مسارات محددة متكاملة متوازية، مسار مواجهة الإرهاب، الأزمات، التحديات، تحقيق التسوية، الأزمات العربية وتهيئة التربة العربية لكي تنطلق ويسمى الانطلاق الاقتصادي والتنموي. وهذا المسار أيضا يسير بالتوازي، مسار المشروعات القومية، مسار التنمية الاقتصادية، عدلات النمو، مسار التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية مع الشركاء العرب، الدول المهمة مثل السعودية والإمارات ودول الخليج وأيضا مع الأردن والعراق، كلها تمثل حقيقة خطرة مشتركة لدعم العمل العربي المشترك، توظيف الموارد العربية، تدعيم وتقوية الموقف العربي في إطار التحولات المهمة التي يشهدها النظام الدولي، نتاج للأزمات العالمية ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية. ولذلك القوى الكبرى الآن تتنافس لتأتي إلى المنطقة لتمد يدها إلى الشراكة مع دول المنطقة. هذا يعني أن دول المنطقة الآن في موضع القوة، موضع الفاعل، لديها من الإمكانيات والموارد. التنسيق المصري والموقف العربي قبيل القمة نعم. دائما بشكل كبير في تعظيم قوة العرب التفاوضية، وبالتالي الخروج بمخرجات مهمة تدعم التنمية، تدعم الأمن، تدعم الوجود يعني شراكة عربية قوية، تدعم أيضا وجود علاقات عربية أمريكية قوية وتعيد هذه العلاقات إلى مسارها التقليدي. نعم. وهذا هو السؤال القادم، ماذا عن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بدول المنطقة والشرق الأوسط؟ هل نحن بصدد صياغة جديدة أم برأيك كيفية تعاطي الولايات المتحدة حاليا مع دول المنطقة؟ أنا في اعتقادي أن زيارة الرئيس بايدن في هذا التوقيت تعني عدة أمور. الأمر الأول هو الاستدارة والتراجع عن السياسات السابقة التي أدت إلى الفتور في العلاقات العربية الأمريكية بسبب الانسحاب الجزئي من المنطقة وترك فراغات للقوى الأخرى، وبسبب التوظيف السياسي لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان خدمة أجندات خاصة تتعارض حتى مع حقوق الإنسان وتتعارض مع المصالح الأمريكية. وبالتالي يأتي الرئيس بايدن اللي يقول أنه أن أمريكا تحتاج إلى الشرق الأوسط، في اعتقادي أكثر مما تحتاج المنطقة إلى أمريكا. أمريكا الدول المنطقة الآن هي في موقع القوة، لديها شركات متعددة ومتوازية توازن بين كل علاقاتها مع القوى الكبرى ومنها العلاقات الأمريكية. وأعتقد أن العلاقات الأمريكية العربية هي علاقات شراكة قديمة حقيقة تمتد لعقود، وأن عندما يأتي الرئيس بايدن اليوم فهو يعيد هذه العلاقات إلى مسارها الطبيعي القائم على أن التعاون بين أمريكا كقوة كبرى في النظام الدولي والقوى المركزية المفتاحية في المنطقة مثل مصر والسعودية والإمارات وغيرها يمثل محور الارتكاز لمواجهة التحديات لتحقيق الاستقرار الإقليمي، لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي من خلال التعاون في مجالات متعددة، التكنولوجيا، الطاقة النظيفة، التوطين، الصناعات التقنية وفي الأمن الغذائي وفي غيرها من المجالات التي يمكن أن تحقق الازدهار للمنطقة وتحقق أيضا المصلحة لأمريكا. وبالتالي العلاقات الأمريكية العربية أنا في اعتقادي أنها بعد القمة يعني نقول أنها تم تدشين مرحلة جديدة تقوم على الإدراك أمريكا بأهمية هذه المنطقة ومحوريتها، أهمية التنسيق والتعاون مع الدول المهمة مثل مصر خاصة، وهو ما أكد عليه الرئيس بايدن في لقائه مع الرئيس سيسي على الشراكة المصرية الأمريكية. ولذلك العالم العربي الآن يتطلع لدور أمريكا أكثر فعالية في قضايا المنطقة، في القضية الفلسطينية وحل هذه القضية التي أشار إليها الرئيس سيسي باعتبارها مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة. يتطلع العالم العربي أيضا إلى بناء شركات اقتصادية مهمة واستثمارات مشتركة مع أمريكا كقوة اقتصادية عالمية، وأيضا يتطلع إلى التعاون في المجال الأمني ومواجهة التهديدات التحديات. ولذلك نقول أن هي قمة مهمة حقيقة ودشنا في مرحلة جديدة من العلاقات بين في ظل هذه الشراكة والتشاركية الذي يعني شملتها هذه القمة، قمة جدة، وبالطبع شملتها اللقاءات الثنائية حول هامش انعقادها، يعني كيفية أن تخدم السياسة الاقتصاد والعكس أن يخدم الاقتصاد السياسة؟ صحيح، يعني نقول أن في عالم العلاقات الدولية اليوم المصالح والاقتصاد هو الذي يقود السياسة، وأن دائما الدول تقوم على
المصالح المشتركة، المنافع المتبادلة، وبالتالي كل طرف لديه من الأوراق ولديه من المزايا النسبية التي يمكن أن يقدمها للطرف الآخر. العالم العربي الآن منطقة واعدة اقتصاديا في النمو الاقتصادي، الاقتصاد المصري، الاقتصاد السعودي هو أحد اقتصادات مجموعة الـ20، أيضا الاقتصاد الخليجي يمثل نقطة مهمة في إطار التعافي الاقتصادي العالمي. المنطقة العربية أيضا لديها الموارد الطبيعية مثل النفط والطاقة وغيرها من الموارد وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، هذا كل هذا مهم يعني تستطيع أو تستفيد منه أمريكا حقيقة. في المقابل أيضا أمريكا كدولة عظمى النظام الدولي، كدولة تمتلك التكنولوجيا الحديثة وأيضا لديها استثمارات ضخمة، وبالتالي هنا يمكن تعظيم هذا التكامل وهذا التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وكل هذا حقيقة يمثل مصلحة مهمة لشعوب المنطقة ولتحقيق التنمية فيها، وبالتالي هذه التنمية وهذا المدخل يمثل أهم العوامل لتحقيق الأمن والاستقرار، تجفيف بيئة الفقر والبطالة والإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية، لأنه يزيد من صلابة وقوة المنطقة. وأعتقد أن قوة الدول العربية وقوة الموقف العربي هو مصلحة مشتركة عربية أمريكية في ظل عالم تحكمه المصالح، تحكمه المنافع، عالم تأثر بأزمتين كبيرتين خلال عامين، أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما أدت لهما من تداعيات اقتصادية، وبالتالي الكل وما زالت تعاني منها دول العالم حتى اللحظة التي نتحدث بها. أشكرك جزيل الشكر الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بجريدة الأهرام.